احنا نقول الله يا خياط ما علينا أغنية جميلة جدا جدا. أبو بكر سالم رحمة الله عليه من الروائع الجميلة جدا فعلا. المسي على المشاهدين نقول مساء الخير والنور والنوير في حلقة جديدة من ليالي عسيف. اليوم الحلقة فيها لقاءات متميزة جدا جدا راح نعرف عليهم بعد ما راح في زميلتي صبري. مساء الخير. مساء الورد يا هلا. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير واكيد امسي على جمهورنا اللي تابعنا وينتظرنا ولقائنا يتجدد معاكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا على الاي تي في وتحديدا في برنامج على السيف. قلت قبل شوي ان الحلقه اليوم مثمره في الضيوف. البدايه راح تكون مع شخصيه اعلاميه انا شخصيا احبه واتعلم منه. بعد شويه راح يكون معانا الاعلامي السيد يوسف الجلاهمه نائب رئيس مجلس اداره مجموعه الراي الاعلاميه وراح يكون لقاء سياسي اعلامي فني حتى روائي كونه هو كاتب. صحيح شامل اعلامي وشامل ما شاء الله. قول ما شاء الله. واكيد معانا فنانات متميزات نجمات في المجال الغنائي ومجال التمثيل الفنانه هند البلوشي والفنانه مرام البلوشي. يعني حلقه مالعه اليوم هند ومرام. انا وايد متحمسه لها امانه. اليوم سياسه وفن اليوم عندنا. حلو هذا الحلو. اكيد طبعا بالاضافه للفقرات راح نقدمها دائما في عسيف. اليوم راح يكون عندنا شاهد على حدث مع الاعلامي يوسف سوفيقي وعنده شغلات وايد مهمة. هذه الفقرة وايد فيها معلومات وفيها حكي ممكن احنا ما لحقنا عليه. صحيح. راح نستفيد منها وايد هالفقرة. اكيد ومعنا بعد مشاهير الرياضة مع محمد رضا. نعم وعندنا الدبل تاب مع حمود عادل. مكملين معاكم ان شاء الله بعد شوية نشوف هالتقرير ونستقبل ضيفنا. يقول ابشرك من فضل ربي عزيزي وإيماننا تندى وبوجيهنا دم. ماني ولد عم الصغار الرديين أنا الكل أهل الفعايل ولد عم. الله مثله تنطبق عليه أبيات الشاعر سعد صالح المطرفي. يوسف أحمد الجلاهمة يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراي الإعلامية. عقلية إعلامية فذة لماح وعقلاني في التعامل مع القضايا ودهاليزها. سياسي ربما يخفي ما يظهر. ذكي ويعرف كيف يمسك العصا من الوسط. عسكري سابق. الثالث يوسف أحمد محمد الجلاهمة. نعم سيد. انعكست شخصيته في تعاملاته إداريا وقياديا. ورغم كل هذه الشدة والحدة عرف عن أبو أحمد بأن صاحب ابتسامة وراعي نكتة ويتبع الأسلوب النقدي الساخر في كتاباته ومؤلفاته. أنا ولد عم الذي خاطره زين وأنا ولد عم الذي يجري الهم وأنا ولد عم الذي يقلع الدين وأنا ولد عم الفرج ساعة الغم وأنا ولد عم الدول الضعيفين وأنا ولد عم اللي له الردى السم أنا ولد عم الرجال العزيزين كسابة الأمداح كالله تندى. عندما يريد إيصال معلومة فهو يقولها جهراً أو يترك للديك وحريمة مهمة إيصالها. يوسف الجلاهمة رئيس تلفزيون الراي سابقاً قام بنقلة نوعية في خارطة الدراما المحلية من خلال تشجيع الأعمال الدرامية وفتح قنوات تحريك المياه وتفعيل دور الممثل الكويتي. أبو أحمد صريح ربما يجامل أحياناً لكنه يريد الحقيقة ولا يجملها بنقوش من ذهب مزيف. نقول يلا حيه يا ابو احمد حياك الله والساعه المباركه. اليوم تضيف عزيز علينا في برنامج السيف. الله يحفظكم يا اهلا وسهلا فيكم وشكرا على اللقاء. احنا اليوم في هذا التقرير اقل شيء ممكن نقدم لك اياه تستاهل اكثر من كذي. بالامانه انت شخصيه اعلاميه نفتخر فيها اليوم ان احنا قاعد نحاورك ونسولف وياك ونحاكيك. انا قلت في البدايه اني انا احبك وهذا شيء للامانه من القلب للقلب. كذلك الله يسلمك. ابو احمد شخصيه تنحب يعني من شفته هو مبتسم وحتى هو يشوف التقرير كان مبتسم فاتوقع في ذكريات وايد حلوه في هالتقرير. انت تستاهل كل خير اكيد. الله يسلمك. مشكور. انا اليوم من خلال التقرير شفت الصرامه اللي مالت ابو احمد الاساسيه. صح الرجال عسكري فوين فيها الصرامه والقوه؟ يمكن هذه معلومه ترى الكثير ما يعلم عنها اليوم انك شخصيه عسكريه. انا ماني عسكري انا بالواقع دخلت التجنيد الإلزامي وكنت شاطر جدا يعني إلى درجة أني طلعت الثالث ما شاء الله. وسبب ظهوري الثالث ما طلعت الأول لسبب بسيط جدا.
الرياضة كان المفروض أني أكون يعني من الأوائل يعني هذا، فكنت الأخير الثاني يعني آخر اثنين. السبب أنه في واحد من زملائي وقف ما قدر يمشي شوية ثقيل يعني جسمه، فاضطريت أني أمسكه بيدي وقعد أتمشى وياه لغاية ما خلصت اللفات الثلاث كلها. المشرف علينا الله يذكره بالخير اعتقد وصل اللواء اللي هو طلال مسلم، قال لي انت ليش وقفت يعني انت كل درجاتك فل يعني الا الرياضه. قلت لازم زميلي ما خلاص شفته منهار يعني ما هذا. قال هذا السبب ان احنا نجحك بالرياضه اكيد بس عشان ولذلك كنت الثالث ما كنت يعني فزعه الموضوع في النهايه طلع فزعه. كفو والله يعطيك الصحه والعافيه ابو احمد. اليوم بنحكي بدايه بنتكلم على السياسه. سياسه اليوم عندنا المشهد السياسي بالكويت ملبد بالغيوم، مو عارفين وين رايحين، تلويحات باستجواب، يعني المشاكل مرايه تخلص. لا ما في تلويحات الحين خالصين احنا الحين خالصين ها واضحه. وضعنا السياسي اليوم شلون صاير بالكويت؟ الامور صارت ما تطمن. والله احنا شوف يعني الكويت مرت في مراحل سياسيه خلال الفتره اللي نقول العشر السبع سنوات اللي اعتزالات السياسيين الفطاحل مثلا اذا قلت، او انه اللي لهم خبرات كبيره، إضافة إلى وفاة بعض منهم، وظهور الشباب الجديد الحين اللي خاصة بعد ظهرة الربيع العربي وكذا، فكل أغلب الدول بدأت تجامل الشباب وتطلع الشباب للمناصب القيادية ومناصب الوزراء ومش عارف إيش. هذا الشيء يعني يوديك إلى مرحلة من المراهقة السياسية يسمونها بالمصطلح السياسي. نعم. يعني فتلقى يعني مثل هذا الشيء انعكس أيضا على نوعية الاختيارات في مجلس الأمة بالنسبة للمواطنين الكويتيين لما يروحون يختارون، إلى درجة أنه وصلنا إحنا إلى فترة من فترات الحين الفترة الأخيرة أنه خلال سنوات بسيطة أكثر من مجلس ينحل وأكثر من مجلس يرد، أكثر من انتخابات تصير وأكثر من مجلس وزراء كل هذه يعني للحين بعد يعني تحس أن الخميرة الموجودة عندنا خميرة للحين خبرتها بسيطة في هذا. وهذا انعكس على حتى الأداء السياسي والأداء الإداري للحكومة والأداء التشريعي لمجلس الأمة بشكل عام. بس يكبر ما عليك يعني العجلة تدور والناس تكتسب خبرة، صدق تتعلم في الشعوب لكن ما يخالف مشكلة. بس أبو أحمد يعني لاحظنا أن كل فكرة تحطها الحكومة هي المجلس ويحلها أو يرفضها أو يتردد في إصلاحها، يعني كفكرة إصلاح ومشاريع وهذه. فش رأيك بأداء المجلس حاليا يعني المجلس الحالي؟ نعم والله هو أداء المجلس الحالي مثل ما قلت هو يعني لحتى الآن ما هو مكتمل الـ 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 يعني مو مكتمل النضوج، يعني النضوج السياسي التشريعي ما هو مكتمل جدا. في خوف من كثير من الأعضاء، خايف على صناديق الانتخابات الجاية، خايف على من أن ينحل المجلس وما هقع على الله ينجح، خايف أنه يدخل ديوانية يقعدون خانقونه شو مسوين استجواب ما استجواب. لا بالعكس الاستجوابات لحتى الآن حتى جروب معين قاعد يأخذها داخل المجلس. أرشون يعني واضح أنه وش حقه يأخذونها ما أدري ليش، بس يعني واضح أنه توجههم كذي. في ناس منهم فقط مجرد انه يهدد بالاستجواب، يعني تسمع قرقعه ولا شو اسمه، يعني تشوف تسمع طقطقه وشغله وهذا بس ما لا عرس ولا احمد. انا بتوقف عند كلمه توقلتها عليها علامات استفهام لما تقول لي نائب اليوم ما هقى انه يوصل، ايش تقصد فيها ما هقى انه يوصل؟ ما في نواب قاعد يفكر انه باكر صناديق في نواب يعني. لو ما الصوت الواحد لا يمكن انك تشوف هالاشياء هذه. نعم في ناس ما لا يمكن تلقاها داخل المجلس، بس الصوت الواحد طلع يعني خلى فرصة للآخرين إنه يطلعون.
هذه ميزة الصوت الواحد يعني إن ميزة الصوت الواحد إنه إنه في ناس تقدر تطلع يعني بهالهذا لأنه كان مجلس الأمة أنت تذكر يعني كان محتكر يعني تقريبا كان محتكر لجروبات معينة ناس معينين. أنت مع الصوت الواحد ولا ضده؟ لا أنا مع الخمس دوائر وصوتين. طيب أحمد من شوي ذكرت قلت نسمع طقطقات عرس لكن ماكو شيء, شو اللي تقصد فيها؟ يعني التصريحات قاعد كل ما قال شيء قال كذا أهدد باستجواب رئيس الوزراء وكل ما صار كذا بعدين آخر شيء ما تلقى شيء ولا تلقى الفيلم كله في عنده شغلة معينة مصين عليها. في اشياء يعني في ناس عنده في ناس موجوده تتحرك من برا يعني ابو احمد حتى نوصل الصوره تصير اوضح. اليوم ندري اليوم الاستجواب حق اصيل للنائب. اي طبعا اليوم في استجوابات افلام افلام صعب اني اقول لك انه افلام لكن اقدر اقول لك انه تتوصى يعني انه مرات تكون في توصيات من داخل الحكومه في مرات توصيات من داخل شو اسمه وممكن بعد من خارجهم اثنين من خارج الحكومه من خارج موجود من خارج الخارج موجود حتى من قبل. نعم يعني مو بس هالمجلس هذا حتى المجالس القبليين كان من الخارج وايد. نعم من خارج مو من خارج الكويت خارج المجلس خارج المجلس ايه. لو خارج الكويت بتكون مصيبه. لا 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 لا, 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 لا يعني نقول من خارج يعني من التجمعات الخارجيه بالنسبه للضغط السياسي يعني. ابو احمد بسالك سؤال وايد مهم اليوم انا شدني كمواطن. اليوم الديره فلست وصلنا مرحله بيقترضها 25 مليار. اول واحد قال انتهى عصر الرفاهيه. نعم اذكره كان وقتها وزير الماليه في ذاك الفتره الله يذكره بالخير ابو خالد ناصر الرضان. وحذر انه اعتمادنا على البترول اذا طول بهالشكل وبهالطريقه فاي هزه في اسعار البترول يعني معناته كارثه علينا احنا لان احنا نعتمد عليه باعتماد كلي في هذا. السؤال ببساطه يعني البترول منو اللي مسيطر عليه حاليا؟ الحكومه. منو اللي بيعه؟ الحكومه. منو المفروض تعيد هيكله الاقتصاد داخل البلد؟ الحكومه. وتامن انتم بتبالشين المواطن ايش حقه؟ كل ما صار شيء تعال المواطن تعال سدد العجز نشيل منك من بطاقه التموين. يعني ناس شايلين جبن يعني ماني عارف جبن قراصات يقولوا خفت من ميزانيه الاستهلاك. تشبيه قوي ابو احمد. خمس قواطي معجون صار قوطيين معجون يعني ارفع سعر البنزين. احنا دوله مصدره للبترول احنا نرفع سعر البنزين شلون كذي؟ ما في يعني في منطق يعني قالوا لك والله احنا دوله ما فيها ضرائب. لا لا عندنا احنا ضرائب بس تبع علمك الضرائب شنو هي؟ تعال روح تجدد إقامة فلبينية بكم ولا عمالة منزلية على قولتهم على شلون جدد دفتر سيارتك جدد مش عارف إيش كذا كل شيء الحين من تدخل وزارة بس أبو أحمد يقول من تسلم عليه قال لك حط طمغة الحين كلها طوابع الحين إيه كلها طوابع نعم قال خلونا نمشي وندور هالمكاين. بس اليوم يقول لك حتى الخليج اليوم كله هم بعد رفع أسعار البنزين صحيح. ما يت علينا إحنا وياهم يعني مقارنة بالدول الثانية يعني تغريبا يعني شوف عاد أنت مو كل مرة كذي تطالع هذا. إذا تبي تطالع طالع يا أخي أوروبا من زمان عندهم هذا له طالع الأمريكتين كندا وأمريكا عرفت شلون عندهم من زمان الضرائب عندهم كذا بس المواطن له حقوق تقدرون عليها عطنا الضرائب اللي هذا ما عندنا مشكلة حتى الضرائب على الدخل بس عطني الحقوق اللي ياخذها المواطن الامريكي والمواطن الاوروبي المواطن الانجليزي. بس صدق ابو احمد والله احس من كلامك حس انتخابي كأنك تجهز في نيه وايش له حق انتخابات. لا عور راسك حد الصبح قاعد
لا ما شاء الله قلبك على المواطن. لا من الصبح ومهتم بكل المجالات اللي تخص المواطن، فليش لا ابو احمد؟ بالعكس انت ملم يعني. لا لا ما 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 عندي ما عندي هالاهتمامات كلش فوري. خوفة من المجلس ولا؟ لا 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 خوفة من المجلس ولا شيء، ما لي خلق قاعد افتر بدواوينه قاعد اعطوني صوت اعطوني صوت. لا طيب خلي كذي احسن. ودنا اليوم نسولف حتى على طار الحكومة، اليوم نتكلم على موضوع الدعوم. يقول لك دائما المواطن الكويتي يتشكى، متى تعطوني فلوس؟ ابي دعم، فلوسي خلصت، عندي عيال كبروا، ابي ابني، والحكومه تقول لك والله الحين ماكو شيء. ولدك على ما ربيته. نوضح. احنا قعدنا من انا حاكيكم من الستينات. لما استوت الديره وبدا يصير فيها النفط مثل يعني شويه زين وكذا، من الستينات والسبعينات. طبعا السبعينات هو عام السنوات العشر اللي هي السبعينات من افضل السنوات في العالم كلها تقريبا. تروح المدرسه يعطونك اكرمك الله الحذاء والشراب والبنطلون والقميص والمش عارف ايش والكتب وكذا، ويوكلوننا ويقدوننا، ها يريقوننا ويقدوننا وينومونا عشان هذين ينامون الظهر لان ما نزعجهم، عرفت شلون؟ ونرد مره ثانيه العصر نكمل شويه هذا. فكنا مدللين. يعني انا اطلع واحد مدلل بعد بين يوم وليله، أتي تقولي تعالي ابو هذا باخذه منك وهذا باخذه منك وهذا، ما علمتني يعني ابو احمد المواطن الكويتي ربع الدلع ويبي يستمر بالدلع. احسنت، انا انت علمتني ان والله هالبقره هذه عندها هالديد هذا قاعد مرضع منه، لا ولا يهمك احد، كل من قاعد يرضع. بين يوم وليله تبي تعلمهم تحط عليهم ضرائب وضريبه مبيعات وما ادري شنو، وتعال مثل ما قلنا هالدمغات اللي بكل مكان صرنا ما ادري شنو، باجي لنا ختم النسر ونقعد بس. يعني ابو احمد تشوف يحق لنا نتدلع؟ ها؟ يحق لنا نتدلع؟ قبل ايه، الحين لا. الحين راحت علينا خلاص. ايه راحت علينا. يعني اللي جايين بعدنا لا الله يكون بعونهم. الله يعينهم. عاد انا قبل احنا دينارنا يجيب 3 دولارات وشوي. صح، على طار المدارس. يا الله يجيب دولارين وثلاثة له. على طار المدارس والريوق، انا لحقت على الريوق. بس الامور اللي كانت قبل شغل اللبس واللبس انا ما لحقت عليه. على الريوق انا لحقت عليه. يعطونا اللبس ويجيبون لنا خياط. بالمدرسة ياخذ قياساته يروح يفصلهم ويجيبهم لنا. ما شاء الله. اي والله. مدللين؟ اي والله كلهم مدللين. حتى ان جوتي رياضة يعطونا اياه. اي والله. عموما المواطن الكويتي يستاهل اكيد، دام ربع الدلع. يستاهل والله والنعم والله يستاهل. عموما الدينار الكويتي للحين ما شاء الله ضرب التوب. بس عاد هني عاد شوي عاد لازم احنا نقول انه كنا صرنا وايد. يعني بعطيكم مثال وبعدين انتم كيف كلامك فيه كلامك مبطن ما بين السطور. كلام مبطن هذا لا انتم عدوها يعني لعبتها. فسروا على كيفكم. مجمع الوزارات اللي موجود هذا مجمع الوزارات تم التخطيط له سنة 1955 ياب عبد الله السالم الله يرحمه رحمة الله علينا. مجموعة من الخبراء الإنجليز اللي مختصين في تخطيط المدن، فقالوا يبا انتم عندكم الوفيات والمواليد ومش عارف ايش كذا كذا، حسبه ونسبه تناسب ارقام ما في يعني، ها عرفت شلون كذا؟ يبا انتم لغايه سنه 2000 اظنتي، والله انا اخاف الارقام اقولها كذي شيء، لغايه سنه 2000 اظنتي بتوصلون للدائر الرابع، نسوي لكم الكويت على شكل دوائر. نعم. فالدائر الرابع انتم تكفيكم لغايه سنه 2000. فايش حقك وزاره هني وزاره هني وزاره هني؟ لا يبا كلكم هني نحطكم هني ها منطقة واحدة بسط المدينة، وتأي المواطن يخلص شغله وكذا وحدكم الدائرة الرابع أو شيء من هنا كذي، وسووا لكم فرع صغير بالجنوب اللي هو صوب في حيحيل والأحمدي وواحد في الجهرة وبس وسلامتك وتعيش. سنة 80 بلشوا يبنونه والكويت واصل الدائرة السابع. طيب يعني في شيء غلط. ما احنا كله كذا. احنا وصلنا الدائرة السابع، قال لكم قالوا ترى توصلون سنة 2000 الدائرة الرابع. هذا الحين انتم سنة 80 ما وصلتوا ل 2000 وتبنونه، ايش حق تبنونه الحين؟ الحين بانينا كانوا مبتلشين فيه. كل ساعة يرقعون فيه هذا وضيج وكذا مش عارف ايش. يعني شلون زدنا؟
إذا كنا المواليد وايد زدنا عملية التجنيس عشوائي، عملية مش عارف إيش ربع بألفين اللي كل ألفين مش عارف إيش، هذه كلها أشياء كلها عشوائيات. أنت يوم شايف التجنيس اللي حصل بالكويت عشوائي؟ شلون؟ التجنيس اللي حصل بالكويت عشوائي من غير ترتيب؟ طبعا وما زال؟ إلا كلهم يدرون. يعني أنت ضد قضية البلد؟ في مراسيم أمرية طلعت وبعدين انسحبت. يعني لا في بلاوي. أبو أحمد يعني أنت ما تدافع عن قضية البدون ومو مهتم فيها، يعني قضية مهمة هنا بالكويت. لا هذه قضية البدون أمر آخر، أنا ما أتكلم عن هالمواضيع هذه، أنا أتكلم عن التركيبة السكانية. قضية البدون أنا بالعكس من 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 يمكن من 12 سنة أو 13 سنة أخذت فكرة كنت قاريها في التاريخ الروماني. التاريخ الروماني لما يتم مشكلة البدون من أيام الرومان يعني مش من الحين يعني، ففكروا شو يسوون فيهم، لأن سووا ثورة، ثورة سبارتاكوس. ثورة سبارتاكوس شنو هي؟ هي الناس اللي غير مجنسين رومان، لأن الرومان ما حد يقدر في البداية، كان ما حد يقدر يصوت وينتخب ويعيش يملك أرض ومش عارف إيش إلا أنه يكون من أهل مولود في روما أو من أهل روما. بعد ذلك خلوها بين إيطاليا، بعد ذلك خلوها حوالين إيطاليا، إلى أن يتهم بعدين تعالي إحنا عندنا في شمال أفريقيا، عندنا في ناس في فلسطين، عندنا في تركيا، عندنا في كذا، عندنا في هذا الشعوب، هذا شو يصير، شنو موقفهم، ما إحنا قادرين عليهم يعني. فدخلوا هذيلة بنظام أنه مثل النقاط، مولود أثناء الاحتلال الروماني إذا كان مش عارف تعلم تراش خدمت المش عارف إيه وعطوهم نقاط. فجيت أنا سويت وحدة وسويتها جدول وقلت والله أنا يعني أفكر كذي أنه الجدول يبتدي من 1 to 10 بس كفكرة كذي، وحطيتها بالجريدة، يعني أذكر اللي حطيتها بالجريدة على الصفحة الأولى، انه رقم ما اذا كان عندك مثلا ها شهاده من اولى ابتدائي الى غايه شو اسمه ثانويه لك نقطه، عندك جامعيه لك، عندك تخصص نادر طب هندسه مش عارف ايش ذره كذا 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 كذا، وكتبت لغايه 10، يعني مثلا من 1 to 5 يعطى اقامه دائمه، اولاده يتجنسون من 6 إلى غاية 10 لا يتجنس، وأولادي يتجنسون معه، خلاص ينتهي زوجته تجنس، كل الأمور هذه تجنس. بس وأنا كتبتها ونشرتها أخبر، كان فيها في وقتها وزير الداخلية بس بدون ذكر أسامي اتصل في الأستاذ جاسم بودي الله يذكره بالخير ومسي عليه بالخير. فقال له ايش عند ابو احمد بيحل مشاكل بدون عندنا هني بالكويت؟ فقال لا هذه فكره، يعني ريال قدمها كفكره لا اكثر ولا اقل، ما يهدف فيها الى شيء. هذا الحين ربعنا شطار طبعا بهالامور، ابو احمد اقول ربعنا شطار الحين عاد ياخذوا المقاله وفكرتها ويدوروا على سيرش وتطلع. لا والله من وزير الداخليه يعني وقتها لا والله، بس بعدين بداوا ياخذون يعني افكار كذا مثل هالنوعيه، بداوا ياخذون يعني في ناس تاخذ افكار كذا وصنفت يعني تاريخ البلاد ومش عارف ايش اللي هو مواليد، عندك مواليد 65 ومش عارف ايه الاشياء اللي تكلموا عنها. بس هذه يعني ما انا ما اقصد فيها البدون وقضيه البدون، لا اقصد فيها شيء ثاني. انا ابو احمد انا ودي اسالك سؤال مهم اليوم قبل أن ندخل في محور التاليف والكتب والمسلسلات الدراميه. حدث اليوم بالساحه موجود بالكويت بتويتر وخذ ترند وايد كبير، التغريده اللي طلعت عن السيد خالد الروضان اللي وصفها الأخ تركي الشيخ على ما أعتقد، ويعني كان فيها إساءة، كان فيها رتويتات من فنانين استغربنا اليوم من الفنانين دخلوا في أمور ما لهم فيها، يعني كان استغراب وعلامات استفهام كبيرة على هذا الوضع. أنت كيف قرأت هذه التغريدات؟ هذا قرأتها من قبل شوية. نعم. أنا ما قرأت هذه بس حلو. أنا قرأت اللي قبل. الفنانين مو أول مرة يدخلوا في هالموضوع هذا ويدخلوا في الأمور السياسية بهالشكل هذه.
واضح انه مطلوب منهم يعني لا اكثر ولا اقل، ونكون صريحين يعني اوامر اي ما يعني إيه خلاص هذا عندك انت يا تقول يا تنتهي فنيا، فمضطر يعني مجبر ان اخاك لا بطل هذا اذا مو عندهم الباسورد مال هذا، لان كوبي بيس اللي حاصل بالضبط انه هذا الشيء مو جديد يعني، حتى عندنا احنا بالساحه الكويتيه عندنا في كثير من المسؤولين عندنا كل واحد عنده اثنين ثلاثه مربيهم، عرفت شلون؟ وقت ما هذا هدهم على خلق الله. ف اي نكون واقعيين، لا نخش يعني، عرفت شلون؟ الشمس ما تغطيها المنخر. صحيح. اما مساله انه يعني التغريده اللي قالها تبينا اعلق على التغريده ولا تبينا اعلق على الفنانين؟ ما لا فنانين. التغريده وبعدها نرجع للفنانين. التغريده اللي قالها واضح انه الريال محتر. نعم. بس ما مو كذي، انت مسؤول، ما تقول هالكلمات. نعم. يمكن تقول تشره ليش احنا نسيتونا ليش، هاي من حقك، ما حد يقول لك لا، لكن دائما المسؤول يختار الكلمات اللي يعني اللي فيها العتب الراقي، عرفت شلون؟ يعني هذا وزير دولة ودولة شقيقة لك يعني بين ندم، عرفت شلون؟ نسب كل شيء تقدر تقول عنه، بس مو ما هكذا تورد الإبر. اللي أنا بقوله إنه ردة الفعل تشوف يعني الواحد اللي يقراها من زاوية أخرى، من زاوية اللي يبي يهد ربعه اللي قلت لكم عليه مثلا. فتلقى ناس مثلا يعني أنا قاعد أصنفهم ناس ما يقدر يتحكى، ليش؟ لأن عنده علاقات تجارية، شوية إيفنتات في السعودية وشوية مش عارف إيش كذا، هيقول والله شنو راح لزقها بالحكومة، شفت يا حكومة أنت تودينا سجن إذا تكلمنا مش عارف، إحنا مش تكلمين. وفي واحد ما هقاها على الله عليه أحكام وعليه مش عارف إيش، قام يسب وشتم ومش عارف خاربة يلا. بس ما حد تناول الموضوع تناول علمي، تناول شوية عقلاني، لأن هذا يعني انت قاعد تلعب في منطقه وايد خطره. نعم. وايد خطره. نعم. اليوم عشان نسكر ملف الفنانين اللي كانوا بهذه التغريده، ممكن اليوم الراي تستضيف احد الفنانين اللي سوى رتويت في قادم الايام؟ ممكن تستضيفه. ممكن اي معكم مشاكل بدام انه مسموح له يطلع بالكويت ومسموح يطلع. نعم. عادي يعني ما يعني في يوم من الايام ما كان ممنوع علينا ان نطلع المغنيين العراقيين مثلا، بس بعدين قالوا لنا لا عادي سهلات الامر يعني. نعم. يعني حسب تعاليمات. احنا مستمرين. نعم مستمرين معاك، وراح نسولف في موضوع نتكلم على الكتب حريم الديتش. حريم الديتش هذا لازم نسولف عليه. نشوف التقرير. ما يصير، ايش فيكم انتو؟ هذه بلد ما يصير كل واحد يجيب لحكم من برا وينفذه بهالبلد. ليش؟ ماكو سياده، ماكو قوانين فيها. ها نعم نعم، ليش ان شاء الله؟ انتو بعد مراضين على المحاكم الدوليه؟ انتو عايشين في عالم منظم، عالم تحت مظله عالميه. اصحى الحين، قوانين البلد مو عاجبتكم؟ جايبين لنا قوانين من برا تمشونها علينا. ها شوف عاد ابو براكو، اسمعني، الحكومة الله يسلمها عارفة هالشي، وهي تبي تمسك العصات من النص، يوم تنفذ القوانين الدولية ويوم تنفذ القوانين المحلية، مثل الماي الصليبي، الحكومة تعطيه حق الشعب يوم وترك. عرفت يا حظي؟ اي ابو احمد، شفناك بتسم وانت تشوف التقرير، حكي كله نغزات بنغزات، في الكتب في نغزات، ونتكلم بالمسلسلات اللي تسويها الكرتونيه هذه هم بعد فيها نغزات. إيه. تخاف ابو احمد تقول رايك؟ لا لا لا، هو شوف اذا بنرجع
أنا بدايتي إيش؟ أنا بدايتي رغيب مطبوعات، بدأت حياتي رغيب مطبوعات، وفي سنة 1978 أول ما بديت أشتغل في وزارة الإعلام الكويتية، وتطورت لغاية ما وصلت في إلى أعلى منصب في الرقابة. ونفذت، وأنا كان مكلف في تنفيذ الرقابة المسبقة على المطبوعات والنشر في الكويت أثناء قوانين الرقابة المقيدة للحريات على قولتهم. عشت وعرفت بالضبط تفكير الناس، تفكير المسؤولين عندنا، تفكير هذا. احنا عندنا بالكويت لما تكتب عن مسؤول مباشر كذي ترى عادي يتصل فيك، ايش دعوه، ايش فيه، ايش بينه وبينك، يعني اذا بغيت شيء تقول لي، ايش دعوه كذا. اذا ما عنده هذا ويدري انه ما في كنت يعني انه في مجال الاتصال والتفاهم، على طول يقول والله اي طالب معامله معينه ما مشيناها له، عنده مناقشه، ياخذها مساله شخصيه بمعنى، ها؟ ياخذها مساله شخصيه، ياخذها بمعنى مساله شخصيه. رحت انا بجانب معين كذي. وبعدين ما احب التجريح، انا احب احط الشغله في جانب كوميدي. انا مبتسم دائما واحب الابتسامه ان شاء الله، فحطها بشكل كوميدي قدر الامكان يعني، عرفت، وامرر الفكره اللي انا ابيها وراح توصل بسهوله عند الناس ويتقبلونها طريقه سلسه. وربعنا شطار، شطار ربعنا، اقول يفهمونها وهي طايره. طيب واحمد، بخصوص كتاب حريم الديج، ايش معنى اخترت الشخصيات كلها دواجن؟ ديج دي اكيد بس القضيه مو قضية دياي وبس، خلينا نكون صريحين بواحد. القضية مبطنة ومقصود فيها ناس معينة أو جهة معينة. لا شوف، لا لا شوف، جهة معينة وناس معينة هذا أنت وقراءاتك. نعم. أنا هذه كتبتها، شوف خلينا أقول لك على شغلة ليش كتبتها. جت فترة أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المسيطرة على كل جوانب الثقافة عند عند خاصة الشباب، فأنت تبي توصل لهم بطريقة أو بأخرى. فقلت خلني أجرب أكتب لهم قصة صغيرة كذي في رمضان. هذا الحكي أعتقد 2012 على فكرة، ترى هاي كتبتها أنا ب 2012 ايام حريم السلطان، وقت مسلسل حريم السلطان التركي. فكنت انزل كل يوم برمضان حلقه الساعه 12 الظهر، اصلي الظهر بعدين انزلها، اكتبها وانزل. انا سريع بالكتابه يعني، ما هذا. وكتبتها 30 حلقه في رمضان، وشفت الناس سلت فيها واستانسوا منها وكذا. بعدها جمعتهم وخليتهم عندي مثل ما عندي اشياء كثيره يعني. من فتره سنه كذي فكرت اني ارد اسويها على شكل كتاب كذي، ومع تشجيع بعض الشباب اللي ويانا هناك، وفعلا سويت هذا وسويت المشروع يعني كمشروع كتاب. حبيت انه ايضا يكون له ميزه انه انا ابي الناس تقراه يعني، ما ابي مو مهم عندي انه والله فلان الف ولا فلان كتب ولا شيء. فخليته صغير الحجم، كبر الموبايل يعني، بحيث انك تقدر تحطه مخك. اي حتى بغيت اكتب عليه في البدايه خذني معاك. خذني معاك اي شيء يعني، خذني دائما، خذني وياك يعني. طيب واحمد، في شغله مهمه انا قريتها بالكتاب، وهي المؤلف في سطور. اي انا بقراهم. تفضل. عضو مركز شباب الدعيه في الستينات القرن الماضي، عضو في نادي بني دلقار البحري قبل تحويله الى نادي ضباط الجيش. اي صدق. عضو النادي العربي الرياضي فريق كره القدم تم شطبه لعدم سداد الرسوم للاسف. عضو سابق في الجمعيه الجابريه التعاونيه، مشترك سابق في معهد الهلال الاحمر الكويتي ومعهد بلاتينيوم فرح كيفان لزوم الرجيم، نتائج سلبيه. عضو عامل في جمعيه القادسيه التعاونيه، واملك رقم صندوق مسجل حاليا في التامينات الاجتماعيه كمتقاعد. شفهم انا من هذه؟
أو شو بتوصل؟ لا صورة موجودة، لا شغلة موجودة. العادة أشوف صورة المؤلف الكاتب، لما أشتري أشوف كتاب أشوف اسمك يبي له دربيل، على ما أدور اسمك أنا أشوف الدياي وديك يبي له. أنا قلت لك أنا بكتكر، أنا بكتكر، ما همني إني أنا إن الناس تعرفني. أنا شفت بعض الكتب اللي تصدر هالأيام هذيلة من الشابات وشباب، فلفت انتباهي وحده حاطه ايش اسمه سي في مالها، فلان الفلانيه مش عارف ايش كذا كذا، مواليد كذا، غير متزوجه. غير متزوجه يعني شنو؟ مو لقيت لك خطابه يعني طرح موضوع، يعني موضوع الزواج طرحته انت. فلقيت انه المؤلف في سطور قلت انا لازم اكتب شغله اي واحد يقراها ما يدري ان هذا منو. يعني مو شرط انا ما ابيكم تعرفوني انا منو، انا خلاص كتبتها بس اقرا الافكار يعني بس. هذا هدفي منها، ولذلك حطيت اشياء يعني منها طرافه بعد فيها طرافه احس مفتاح حلوه يعني. طيب احمد ننتقل الى جريده الراي. جريده الراي الراي، هل انت راضي على مستوى الجريده اليوم؟ شوفي اذا انا قلت لك انا راضي يعني معناته ان احنا وصلنا الى مرحله يعني جدا، احنا طول عمرنا احنا راضين عن جريدتنا. ليش؟ نبي الافضل. نعم. نبي الاحسن حق مشروع. نبي دائما ان نكون مستوى عالي جدا. نعم. احنا ادخلنا كثير من الشغلات الجديده على الصحافه الكويتيه. نعم. مفاهيم جديده، اسلوب جديد في طرح القضايا، في تناولنا لبعض القضايا، بعض الخطوط الحمراء. احنا قدرنا نوصل خطوط حمراء نوصلها ونقعد نمشي يمها كذي والناس كلها معروف دائما ان الصحافه الكويتيه صحافه كانت تهتم بالقضايا الخارجيه بشكل كبير جدا، والقضايا الداخليه يعني كان لها اهتماماتها محصور داخل مجلس الأمة وبعض التصريحات الخاصة في الوزراء. يعني قضايا قضية خدماتية، ما هي قضايا مواقف سياسية. احنا دخلنا في القضايا هذه من ناحية البحرية والبقية تبعتنا فيها يعني. يعني الأخ جاسم بودي الله يسلمه عنده مشروع إعلامي، وما كان أناني فيه، حب أنه يشاركونا أكبر قدر ممكن من الشعب الكويتي، لذلك حول مشروع الإعلامي إلى شركة مساهمة عامة. إحنا أول شركة مساهمة عامة إعلامية، يعني تصور إحنا شركة نعتمد على الإعلان، يعني لو باكر الإعلان يوقف إحنا ما عندنا أي مدخول ثاني، بس كان جاسم مصر أبو مرزوق الله يسلمه أنه لا لازم الناس تكون شريكة في هذا الشيء. هذه من الأشياء والمبادئ اللي إحنا حطيناها. تقولي لي أنا راضي، أنا ودي أشياء أفضل ثانية. دائما نقول شنو الشيء الجديد اللي ممكن نسوي حق الناس، ممكن نغير اسلوب معين، طرح معين. دائما تفكيرنا هذا، واحنا نتمنى لكم كل التوفيق امانه. يعني احنا من بين الشغلات اللي دخلناها مثلا اللي الكل كان يعني يتكلم علينا انه انتم جريده السيارات تحطون جريده جوائز ومش عارف ايش كذا، الكل قام يتابعنا بهالشيء والكل قام. هذا اسلوب نعم. تفكير احنا نتعامل نعم. معاها مشروع تجاري نعم. ثقافي اعلامي، يجب ان ينجح. فبالتالي لازم اعطيه كل المقومات اللي تساعده. الحديث جدا ممتع وجميل معك ابو احمد، احنا جدا مستمتعين ودنا فتره اطول. الله يسلمك. لكن احنا مرتبطين مع فقرات وضيوف بعد، يعطيك العافيه. لا بالعكس، شكرا على حضورك جلستك الحلوه اللي ما تمل اكيد. الله يسلمك، وانا شاكر لكم على هذا اللقاء، وان شاء الله ما اكون ضيف ثقيل على مشاهدينكم.
حياك الله يا ابو احمد، والمكان مكانك ونشيلك على العين. الله يسلمك، الله يسلمك، الساعة المباركة ان شاء الله. الله يسلمكم، حياك الله. اذا مشاهدينا فاصل، نرجع نتواصل مع ضيوفنا.